هو قال لك الحاجة أم الاختراع، فيعني حاولنا ندقوا البيبان، حاولنا نقولوا دوك الناس الله يهديكم هذاك التلفزيون راه ماشي ديالكم، راه ديال الشعب، راه ديال المغرب، ولكن الناس محتكرينه وشادينه، حتى واحد ما قد يهضر معاهم ما فهمتش علاش. مي هذا سؤال تبقى دائما مطروح، رغم اننا درنا وقفه احتجاجيه، رغم اننا غوتنا ناس لا تتزحزح، لان لا يعقل ان مدير جالس 20 عام في التلفزيون والتلفزيون غادي في تدهور مستمر. الاعمال التلفزيونيه نازله، يعني ما عرفتش واش هاد الناس يعني المستهلك يعني كيقول وكيغوت حتى واحد ما دافي، يعني ضرب راسك مع الحيط، ما سوقهمش هما. الناس كتستغل كتاكل في الفلوس ديال الشعب هكذاك، وتنشوفوا اعمال ما كيستافدوش منها حتى الفنانه، لانه ومستغلين شباب اللي هو باقي باغي يبان في التلفزيون، تيدوزوهم فابور تيحاولوا يستغلوهم، تتلقى سهره كلها طالعه ما كاينش فيها حتى ريال محطوط. يعني ما التلفازه ما كتدخل فلوس، وفي نفس الوقت يقول لك التلفازه عندها ازمه، يعني ما فهمنا والو، يعني كاين واحد سوء تسيير ديال التلفزيون. فرغم هادشي اللي وقع وهاد الصداع وهذا، فاقترحنا اننا نلتجئوا لطريق اخرى. تيقول لك الا هما سدوا باب، الله سبحانه وتعالى كيفتح ابواب. الانسان ملي تيسد عليه شي واحد باب، الله سبحانه وتعالى كبير. وكذلك الثقه ديال اولاد الشعب اللي هما المغاربه ديالنا الاحرار والشباب، يعني اللي جميل فيهم انهم ما نساوش الرواد، وما نساوش اللي جاوا من بعد الرواد اللي هما حنايا، ما نساوش التاريخ ديالنا، ما نساوش انهم ضحكوا معنا وكبروا معنا. فبمجرد ما قلت لهم انني غادي ندير القناه على اليوتيوب، والان اليوتيوب اصبح اهم من التلفزيون، الناس ما بقاتش كتفرج كاع في التلفزيون، ولاو التلفزيون كيستعملوا باش يشوفوا الانترنت، يعني باش يدخلوا الانترنت. فانا الحمد لله اخترعت دابا ما يسمى بان ابليكاسيون، هذه اول مره تدار، فسعيد ناصري تي في اللي غادي تكون ان شاء الله على القناه، على التلفزيونات السمارت، واللي الناس غيبقاو يوركوا عليها، ومنها غادي يمشيو ديريكت للقناه ديالي او لا على اليوتيوب. الا ما سدوش لي هذه القناه راه حيت بحال والو ثاني يخليوني تنجمع واحد المليون ولا هذا ويجيو يسدوها ليا. انا تنقولها لولاد الشعب، تنقول لهم حنا راه في حما الله، يعني غادي نحاولوا نقدموا عمل. وبغيت نبين لهم اننا ممكن نقدموا عمل بامكانيات بسيطه، يعني ولو انني ما عنديش، فغادي نضارب على اساس ما عنديش مليار، ما عنديش 500 مليون، ما عنديش 600 مليون باش ندير سيت كوم، ولكن غادي ندير ان شاء الله سيت كوم بامكانيات اللي عندي. ولكن الامكانيه القويه اللي عندي هما هاد الناس اللي كيدخلوا لابونمون وتيتابوناو وتينخرطوا، ويوم على يوم كنشوف 300 400 واحد كيتزادوا. فالان وصلنا تقريبا لشي 430,000، فكنظن ان من هنا ان شاء الله رمضان نقدروا نوصلوا لمليون او لمليون ونص، باش نقدروا نجيبوا نجيبوا المستشارين انهم يبداو يثقوا فينا ويحطوا المنتوجات ديالهم عندنا في السيت كوم، باش نقدروا ندخلوا شويه ديال الفلوس. لان اليوتيوب في نوع من الحريه، يعني ممكن تحط مثلا منتوجات ويشوفوها الناس عادي، يعني ماشي بحال التلفزيون مزيرين، يعني ما عندناش هذوك الاكراهات اللي عندنا في التلفزيون. كذلك عندك حريه ديال التعبير، ماشي بحال التلفزيون، ما كايناش واحد الرقابه ديال شي وحدين تدوز داك الشيء اللي بغاو هما، لا حنا غادي ندوزوا الحوايج اللي كتهم الشعب واللي كتحط على الدبره اللي تيحس بها الشعب. غادي نهضروا على مشاكل، على مواضيع ديال الشباب، على مواضيع ديال الناس بصفه عامه، على الضوء اللي غالي، على المال اللي غالي، على الدراسه، على التعليم، على الطب، على كاع هاد المشاكل اللي تيعيشها الشعب المغربي حاليا، باش نبينوا لهم ان المغرب راه كاينين ادارات ما خدامينش، كاينين مؤسسات ما تيديروش خدمتهم، كاينه مؤسسات وطنيه ما تتحترمش روح المواطنه للاسف الشديد، وكيخليو وكنهضروا على العقول التي تهاجر الى خارج المغرب، كنهضروا على الشباب ديالنا اللي تيحرق، تنهضروا على كاع هاد المسائل غادي نقدروا نهضروا عليها بحريه، وحتى شي واحد ما غايجي ويقول لي ندير لك المقص ولا ما تدوش هذه في التلفزيون. يعني الان هذا هو ولاد الشعب فهموا هذه المساله وعطوني اسم ولد الشعب، وهذه تنفتخر بها كاسم ديال ولد الشعب، وانهم يعني بواحد الكثره الان تيدخلوا للقناه وتينخرطوا فيها. فكنعاود نزيد نقول لهم زيدوا نخرطوا، خصنا نوصلوا لجوج المليون، ثلاثه المليون، الا وصلنا اربعه خمسه المليون راه غادي نبينوا لهم اننا الحمد لله يد وحده، واننا عندنا واحد الهم اللي هو الهم ديال الثقافه والفن في بلادنا. فحنا ما تنهضروا لا في سياسه، ما باغي لا مناصب لا والو، حنا بغينا نعبروا على مشاكلنا، على ظروفنا، على حالتنا، على الحياه ديالنا. فمن حق اي واحد يعبر بطريقه جميله جدا دون ان نتعدى الخطوط الحمراء باحترام وبتقدير. فالشباب تبارك الله دابا ولا واعي وفهم وكيعرف اش كيقول. انا جاوني دابا فيديوهات من عند شباب اللي بغاو يدوزوا في هذه القناه، يعني بواحد المستوى جميل جدا، عندهم امكانيات جميله جدا.
وانا اشير الى فكره خطيره جدا الان، هو ان اللي خص الدوله وخصوصا وزاره الاتصال ترد لها البال. الان كاين شباب اللي كاين عندهم حتى المليون، مليون و200، 700 الف، 800 الف في القناه ديالهم، تيديروا فيديوهات. هادو خصهم يتاثروا باش ما يتستغلوش من طرف بعض الجهات اللي كتكون عدوه لينا حنايا، واللي ممكن تضر ثقافتنا وبلادنا وسياستنا والراحه ديالنا والامن ديالنا. مهمه هذه المساله، خصهم يتاثروا باش هاد الشباب يكونوا دائما يحسوا بانهم راه دائما هذيك القنوات تكون ديك روح المواطنه مسيطر عليهم، حبهم لبلادهم يكون مسيطر عليهم. فخص هاد الشيء الوزاره الوصيه تنتبه ليه، لان الانترنت خطير جدا، فالمنابر اصبحت تفتح من الابواب، من 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 الدار، يعني اي واحد ممكن يهز التليفون ديالو ويولي عنده منبر ويتكلم مع الناس. فهذه مساله اللي خصنا خصهم يردوا لها البال، وهاد الشباب خصهم تاطير. انا بامكانياتي الخاصه احاول ان اسعى الى هذا، وهذا لمصلحه بلدي ومصلحه شعبي ومصلحه ملكي ومصلحه ثقافتي ومصلحه تقاليدي. فانا تنحاول ندير مجهود بسيط، ونتمنى من الله انني ننجح في هذه المهمه، رغم انها صعبه جدا، وان خص الدوله هي اللي تقوم بهذه المساله هذه. ولكن حنا كمواطن مسؤول كنعترف بالمسؤوليه ديالي وخصني ندير. فلهذا نتمنى من الله ان شاء الله ان هذه القناه تقدر تجمعهم كاملين، ونكونوا في قناه جميله جدا اللي نقدروا نقدموا فيها اشياء جميله واشياء هادفه واعمال مزيانه اللي غتمشي بينا لقدام ماشي ترجعنا لورا. بنتي ياسمين بقيت بالتواصل معها، الان اصبحت ان غروند دموازيل، خذات تبارك الله الماستر ديالها. الاب ديالها هو اللاعب الدولي السابق السي محمد سهيل اللي صديق ديالي واخ ديالي، ومؤخرا كانت معايا في ليله نجوم الشاشه في التكريم ديال باباها، وتبارك الله زادت جمالا ورقه. ونتمنى ان شاء الله انني نحضر العرس ديالها وانني نشوفها متزوجه ونشوف وليداتها ان شاء الله. ماشي غير هي، عدد كبير من الوليدات اللي كانوا لعبوا معايا صغار، وحتى هادو اللي ان شاء الله اللي غيشاركوا معايا تنبقى دائما عندي معاهم علاقه، وحتى الشباب اللي خدموا معايا في البدايات ديال البدايات ديال الاعمال ديالهم الان باقي عندي معاهم علاقه كلهم، وتنتشوفوا وتخدموا معايا، منهم مجدولين، منهم داداس، منهم عدد كبير من الفنانين اللي الان صبحوا نجوم الحمد لله. هادو كلهم بالنسبه لي انا اما خوتي الصغار اللي بغينا نقولوا، ما بغيتش نكبر راسي بزاف، او لوليداتي يعني. فدائما عندي علاقة. كذلك الياس الويجي اللي هو الاب ديالو هو صاحب مطاعم الويجي، الياس الان راه غادي ياخذ الماستر ديالو في امريكا هاد في شهر ماي ان شاء الله. ف يعني الحمد لله علاقتي مع هاد الوليدات مع عمرها ما غادت ما تتقاضى، كيبقاو دائما تيشوفوني دوزوا مع انا ليستوار، هذا التاريخ ما يمكنش يتنسى. الا بغات دابا ياسمين ما بقاتش بغات دير التمثيل، لان ديك كل واحد صغيور تيكون عنده واحد، ولكن هي ربما عندها، ولكن مرحبا بها. انا بالعكس هذاك، فهي موهوبه جدا وعندها امكانيات قويه تبارك الله عليها وذكيه، ولكن ربما ما بقاتش عندها الميول للتمثيل. فالميولات تختلف، لان ملي كيكون واحد صغير وتيكبر تيولوا عنده تطلعات اخرى. وتنظن ان ياسمين ربما عندها، ولكن هي مرحبا بها، كنظن ما محتاجاش تكون مع سعيد. هي لو بغات ربما اي واحد غادي يتمنى يشوفها بطله ديال فيلم او لا، او لا بطله ديال مسلسل او لا، لان عندها ما تقول، وجميله وبقى صغيره وعندها مازال مستقبل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.